السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شركة بارسيلو الإسبانية تستثمر 70 مليون يورو للاستحواذ على فنادق بالمغرب. أفادت وكالة أوروبا بريس بأن مجموعة فنادق بارسيلو الإسبانية قد استثمرت أكثر من 70 مليون يورو للاستحواذ على العديد من الفنادق في المغرب وتجديدها وإعادة تحديد موقعها في السنوات الأخيرة. وكانت آخر عملية لمجموعة الفنادق الإسبانية التي لها أكبر حضور في المغرب، حيث تدير 6 فنادق و1200 غرفة في الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس وأكادير. هي شراء فندق فاس بارسيلو ميدينا في مدينة فاس، وهو من فئة 4 نجوم ويضم 134 غرفة. في يونيو من هذا العام تخطط لافتتاح بارسيلو طنجي الجديد، وهو فندق يطل على البحر من فئة 5 نجوم و200 غرفة بعد إصلاح شامل كلف الشركة أكثر من 20 مليون يورو. وفي العام الماضي أعلنت عن إعادة فتح أليغرو أكادير بعد إصلاح بقيمة 6 ملايين يورو. في يناير 2019 استثمرت المجموعة أكثر من 35 مليون يورو في شراء بارسيلو بالميري، وهو منتجع من فئة 5 نجوم و252 غرفة يقع شمال مراكش. بالإضافة إلى ذلك، اشترت مجموعة الفنادق أيضا قطعتي أرض، إحداهما تبلغ مساحتها 85,600 متر مربع وتقع بجوار المنتجع، بهدف دمج 120 غرفة جديدة، وأخرى بمساحة 36,700 متر مربع وتقع على بعد 3 كيلومترات فقط من وسط المدينة. حيث تخطط الشركة لبناء فندق جديد من فئة 5 نجوم و160 غرفة. كما افتتحت بارسيلو أنفا الدار البيضاء في نوفمبر 2018، وهي مؤسسة من فئة 5 نجوم و206 غرف تقع في شارع أنفا الشارع التجاري والمالي الرئيسي في الدار البيضاء. شكرا والسلام عليكم.